لا يطلع يا عيال يا بردين، الحقه. اليوم جايب لكم لعبة اكثر العرب مجتمعين فيها، اللي يلعب هذه اللعبة بيعرف ليش اصلا يحبون هذه اللعبة. تخيل معي كل شخص وله انتماء لشيء يحبه ويشجعه، ممكن يكون فريق كرة قدم او شخصية معينة والى اخره. والان العرب مجتمعين في هذه اللعبة عشان يساعدون بعض لأكبر انتماء في هذه الحضارة العربية، إنها اللعبة. نعم، حضاراتنا العربية موجودة في اللعبة، بتنافس فيها حضارات ثانية حول العالم، منها يونانية ورومانية وعثمانية ويابانية وغيرها من هذه الحضارات. As for me, I've come and seen. Now I shall conquer. Take the temple! We shall meet on the battlefield. اللعبة هذه لعبة حرب، يعني تحالفات، تختار حضارتك وتلعب هذه الحضارة. يلا نلعب بالحضارة العربية. شكل مباني الخاصة، القوات الخاصة للحضارة والجنود وغيرها مميزة. في هدية قيمتها $5 من الشركة لكل شخص يحمل اللعبة ويستخدم كود الهدية. راح نهجم عليهم. طيب أبرز القاتل أنا. من تبون؟ خلنا نأخذ المنت. خلاص أنا فزت. طبعاً راح يرجعون. حلو، راح يكون في ناس منهم تعبانين زي ما تشوفون، نعالجهم علاج. انصحكم تحملوا اللعبة وصدقوني ما راح تندمون، انا شخص ادمنها. قبل لا اتكلم واعلن عن هذه اللعبة، والله ان انا شخص من محبين هذه اللعبة، وكلنا ان شاء الله في الحضارة العربية راح نكون افضل حضارة. ما راح اطول عليكم، الرابط موجود تحت في الوصف، شاركوا الرابط مع اصدقائك عشان تكونون وتنضمون مع الحضارة العربية ونبسط في هذه اللعبة. السلام الله وبركاته حبايب قلبي، جايبين لكم اليوم مقطع مرة خرافي. جماعة الخير، اليوم في مفاجأة، حسام ناويين نهديه هدية. الصراحة نواف شرى كلب، خل نفاجئ حسام بهذا الكلب، لأن شوفه صراحة حسام بيجي وبينصدم بالمفاجأة، لأن قايل له في مفاجأة أبغاك تجي، فيحسب جوال، يحسب هدية يعني كاميرا، يحسبها، فما يتوقع أن هذا في حيوان له بياخذه من البيت. ليش قلنا كلب؟ لأنه شوف يا جماعة الخير صراحة ما يحب الكلاب بشكل عام، يعني حيوانات لا، مو بالكلاب يعني، بالحيوانات بشكل عام مرة ما يحبها. فمتحمسين كثير ردة فعله، متحمسين الجاية البيت، فبيقول وين المفاجأة؟ أخ شيء نطلق الكلب. طبعا نواف ما يدري أن حسام ما يحب الكلابة والقطاوة بشكل عام، الحيوانات ما يحبها مرة، فعشان كذا نواف على حسن نية قال لا بجيب له هدية. قلت وش هدية؟ قال لا بجيب له كلب. فما يدري نواف ان هذا يكره، وانا ادري بس قلت ابى اخليها مفاجأة، فقلت له خلاص اوكي تمام، ما بكلم حسام. قال خلاص انت كلم حسام وتوعد معه خليه يجي البيت عشان نعطيها الكلب. فنواف ما يدري وحسام ما يدري برضه انه ما يحب الكلاب. فتكفون اذا انتم تشوفون هذا المقطع، اتمنى ما تقصرون معي من ناحيه اللايك، اسعدوني باقوى اقوى اقوى اللايكات. فما ودنا نحدد رقم معين، 100,000 200,000، لا انتم مبهرون برقم مره خيالي. وغير كذا الاشتراكات، إذا أنت مو مشترك اشترك، فعل زر التنبيهات معليش. وش اسمه نواف؟ ماكس. أهلين يا ماكس. طبعا هذا الهدية اللي نواف شراء الحسام. نواف بس معليش سؤال قدام المتابعين الحين، الكلب هذا ماكس، يعني أنت جايب حسام هدية، يعني وش المناسبة يعني؟ والله يستاهل الكلب، عاد عنده يستاهل الكلب. ثاني شيء عنده ملوكي. حلو، عشان كذا يعني فايش تنسون كذا بس. يعني تتوقع راح ينبسط كثير على الشباب. فجد شكرا، شفت حسام نواف ما قصر، اهداك هديه الحين، ها بالكلب. فننتظر حسام الحين يجينا ان شاء الله، لاني كلمته وقال خلاص انا جايكم، هو انا قلت له في مفاجاه. طبعا نواف الحين راح يعطي مهاره بالكلب. ايوه والله ما شاء الله حرك، ما شاء الله. ابغى اترك شو اسمه، ماكس الحين هو يعض ولا كيف؟ لا ما يعض.
اخاف ان حسام ما يقبل فيك، يحسبه بيعظم اللوك شيء. لا 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 ما يقبل والله. كلب منزلي يحب الصغار بعد. كويس. حسام الان يجينا ان شاء الله. غبينا الكلب زي ما تشوفون. تعال تعال شوف الكلب هنا. اوكي مع الكلب نوره. بسرعه وخيرا. هلا هلا والله. احي كلب محمد. يلا جي اكلمك راس وياه. لا والله مبارك. طيب هلا عز. مفاجاه لاني. تعال مفاجاه تك وزين. كاميرا ما عليك انت مفاجاه. حلك تعال والله العظيم جايب عليك. حياك حياك حياك. ما في شيء. هلا 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 هلا. استني استني حسام، اكيد مسويين شيء. والله ما عليك. لا لا تكتب. مفاجأة والله العظيم بيجيبها لك. اجلس. اجلس ايوه تمام. مفاجأة ان شاء الله راح تجيك. وش طيب تعجبني؟ ايوه باذن الله. جيب المفاجأة يلا تعال. يلا يلا سعد. ان شاء الله ان شاء الله. يلا افتح الباب افتح. افتح الباب. لا 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 وش المفاجأة دي؟ تكتب وش المفاجأة دي الحلوة؟ كيف؟ تعال المفاجأة. هيييي أهلين. سكر 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 باب سكر باب سكر باب سكر باب سكر باب. خلاص افلت 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 افلت. يا ربا يا هنا 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 هنا. هيا حسام ايش فيك ايش فيك؟ تراني هدية. لا 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 شاش شاش. خلاص خلاص نوم 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 نوم. لا 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 نو 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 نو. لا 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 يطلع يطلع لا يطلع لا يطلع يا عيال يا بردين. الحقه 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 ايه الحقه ايه. عند حساب عند حساب. يلا يلا روح. بو بو بو. هذه قطوه قطوه ذي تدري هذه تلعبها مع ملوك. والله ما احب. والله راح تموت. حلفت حلفت. ايوه ايوه ابدا 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 ابدا. لا 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 خلاص خلاص خلاص. ما احب الكلاب انا. نواف اللي جايبها والله ما يدري شلون. هديه هديه يا حسام. تقبلها وقلت لها حسام. والله مشكور نواف بس يا كلب يا كلب. لا تخلي حسام حسام لا تطلقها حسام لا تطلقها. ايه والله لي ولا طق تقول لك لك والله. ايه اجل ادق على امي. رحمة خويتك. حسام طبعا بيدق على امه عشان ايش تستأذن منها. هلا اما اما جت جابوا لي هدية. نواف جاب لي عشان شاف ايفون جوال الحلو. لا لا اما كلب. وشو؟ كلب كلب كلب. أبي سألنا نفس الخلاف. صادقة والله. أجيبه أقول لك والله ما جاب لي. ولا تدخل البيت ولا تدخل. كل يلعب مع منو؟ أعطاني عمرك ما بخل جاب لي بعد نفسنا. كل يلعب مع. ملايكة ما تدخل بيتي ولا دور مع عند الله ربي عز وجل. نواف يقول عشان ملوك. لا لا إن شاء الله عشان يحب ولدي. هدية نواف والله مقبولة ولا ودي أردها صراحة. إيه طيب بركة. بس اعتبرني إني خذيتها. خلاص والله أهلي مرة ما يرضون. والله. والله العظيم اعتبرها إني خذيتها. تركب الأفلا يلا. إيه والله. هدية لازم تقبلها يلا. الهدية لازم تركبها بالسيارة قصدك. صح نواف فهمني نواف. افتح. لا والله ردي. افتح. والله ما أخذها والله. لا يلا تأخذها. طيب تدري شلون وراها ملوك. وافتح بيتي هو وين ادي؟ ايه طب افتح افتح والله ما اقدر يعني. افتح بس طيب ترك نروح الدور والله نقرب ما اروح البيت. لا لا يركب سيارتي اقعد لا لا يحط. اذا حسام الحين مو ماخذ هديه وهذا مقطعنا عشان ياخذ هديه فايش بتسوي فيه صدق؟ شلون لا لا تخليه؟ لا حرام تاخذه معك خلاص؟ معك؟ والله تهتم فيه نواف؟ والله انك رجال تدري انك تدخل الجنه عشان اذا ربيته. نواف والله اعتبره ولد. والله العظيم صح انا نفسيا والله ما واعتبره ولدك. ها اقول بالصدق تبي تصير؟ ايه ما تستاهل.
لانك انت انسان. انسان؟ اي ما تقعد مع حيوان. صح اي صح. صح وشي. حيوان. اي صح صح. يقعد مع حيوان. انا ايش دخلني انا؟ امسك ركان. الله يسلمك. حتى انا بس عشان يدي نواف. انا ام ناظر نواف. شوف 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 نواف شوف نواف امسك. تعال 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 يعرفون يمسكوني. شوف هذا مكان ما شاء الله عليك من ربي كلاب. صندري قباح ما شاء الله عليك. عشان تدري ليش؟ عشان شوف الطيحه. ابن انا ام اخوه. شوف الطيحه انت. بس لا تخلي لا تخلي. يا جبا جبا هو هو تعال نواف والله مشكور على الهدية بس والله العظيم مستحيل. انا ما حيوانات بشكل عام ما احبها. شوف جرح ركان من تو والله 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 نواف 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 والله مره مشكور والله على الهدية والله العظيم بس لازم يشوفها ملوكي والله صعب. اهلي اهلي والله ما يدخلونها البيت. اهلي والله ما يدخلونها يا عيال والله. لا 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 ما يركب. لا 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 يعطيك العافية يا سعود جاب له مويه. شفتوا تقولون سعود ما يسوي شيء ها؟ بطل سعود والله. رايحين محل حق حيوانات عشان نشتري ملابس النواف. شباب ترى فرقت حق حيوانات. هي عنده معجبين. خير طبعا يا شباب شفنا شخصية حلوة مرة 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 اللي هو باسل. حبيب قلبي تشرفنا فيك. شلونك؟ طيب. أبس أسألك سؤال كيف قناتنا؟ والله حلو. شوف والله جد بدون مجاملة. أنت عم قلت مقلبهم ها؟ يا رجل أنا ما لبيت. قلت مقلبهم. عليهم مقلبين. هذا صراوي صح؟ أيوه. هذا هو يقول. دوري لنا. شوف شوف الهلال. شوف. أنا أقول لك كذا. ناظر نصر ناظر نصراوية الشمعة. عالم يا يقول العالم ها تمام. حسام ناظر على حركة قميص. يا الله. طبعا نواف خلاص بياخذ الهدية. طبعا ركان بيشتروا له هذا. شوف ركان عشان رقبته ما توجع. والله حرام سلسلة ناظرة كذا زين. بيض الله وجهك ركان. الله يكتب اجرك. الله يسلمك. انك تحس بالحيوان لانك ان شاء الله ما يجي عادي. يعطيك العافية ركان. والله صار له شيء بغي يموت. الحين الحين نضرب الحين شكله خلاص. الحين طلع يشبه. الحين يشبه من؟ يشبه. صوتك عجبك الكلب. ايش بتسميه؟ اوه كذا وصلنا لنهاية المقطع. ان شاء الله عاد نال اعجابكم. طبعا حسام يا شباب رفض انه ياخذ الهدية اللي مديه نواف. شكرا نواف صراحة الهدية اعتبرها انها وصلت لكن تعرف ظروفي والله وقلت لك. وبشر ان شاء الله بالعوض باذن الله واتمنى تعذرني يعني واعتبر انها وصلت. اعتبر اهم شيء انها وصلت ها؟ اوكي لازم تعوض ترى نواف بهديه. والله نواف بجيب له قرد ان شاء الله. اوكي موافق انا. والله خذ يمين اني اشتري قرد ترى قسم بالله مستقبلا يا شباب لازم اشتري قرد. انا اعلمكم من الان. المهم يا شباب شكرا لكم يعطيكم الف الف عافيه على الدعم. انجرحنا شوي ما كنا خايفين. ما قصرتوا حطيتوا لايك. ولي ما حط لايك يحط لايك. اي والله واشتركوا يا شباب خلونا نوصل 5 مليون. نبغى 5 مليون 6 مليون 7 مليون 10 مليون. يلا هانت ان شاء الله ان قريب نوصلها باذن الله. المهم يا حبايب قلبي بنحط لكم افضل تاجين هنا ما قصروا لانهم شاركوا في الانستغرام. حطونا تاك في الانستغرام فاذا ودك تشارك صور الشاشه عطنا تاك في الانستغرام وراح نختارك عشوائيا في الحلقات الجايه ما تدري يمكن نختارك ويجيك متابعين. وبرضو عندنا مقاطع في الكويس قاعدين ننزلها ومستمرين اسبوعيا ننزل مقاطع. فاللي ما تابعنا في قناة الكويس يروح يتابعنا ترى الرابط موجود تحت. فتابعنا وشوف مقاطعنا الجديدة لأنها غير اللي نصورها هنا يعني مقاطع ثانية. فشكرا لكم يعطيكم الف الف عافية. كان معكم وكان بسليمان سعود سليمان سعود سليمان نواف سليمان حس ماكس سليمان ابوي بيعنك. يلا وانا وانا قلت حس ما قلتوا. يلا صوت واحد يلا 3 2 1 اكشن. اوكي حس سليمان كان معنا. يلا يا شباب نراكم حلقات ان شاء الله. ماكس سليمان يسلم عليكم.